مكرر الفتاح محمود بطل الثانوي علمي علوم. طيب كنا امتحان الجيولوجيا كان عامل ازاي؟ لا هو كان جميل بالنسبه للمواد العلميه يعني في المجمل حاسه ان هو هيكون ده امل لانه بعد كده يبقى تمام ان شاء الله. فاضل الامتحان خد منك وقت قد ايه؟ انا بالظبط خد مني ساعتين وربع ان شاء الله. خير بالظبط شيء كله هو ساعتين وربع ساعه بابل شيت. فمضطرين ان احنا نفتش كده يعني التفتيش بطريقه فظيعه.